ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من البصرة الناشط السياسي سمير رحيم المالكي. مرحبا بك سيد سمير. إذن التظاهرات مستمرة لليوم الثاني، ما أسباب استمرار التظاهرات برأيك على الرغم من أن القوى السياسية لم تشارك فيها؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا المظاهرات اليوم الثاني مستمرة في بغداد، واليوم انطلقت في أغلب المحافظات، وخصوصا في البصرة اليوم أيضا خرجت عشرات الآلاف، كانت أمام مجلس المحافظة. نعم. أعتقد راح تستمر هذه المظاهرة حتى تحقيق طلب المتظاهرين بإسقاط هذه الحكومة. يعني الناس ملت 16 سنة ما في تغيير، ولكن أن تخرج بهذا العدد الكبير وهي ليست مسيسة، يعني تظاهرات شعبية عفوية، كيف تفسر هذا العدد الكبير بتظاهرات سلمية عفوية من الشباب البصري أو بغداد أو أي محافظة أخرى؟ لاحظنا الانتخابات الماضية شاركوا فيها تقريبا 20% فقط، و80% كانت الأغلبية الصامتة. هاي الأغلبية الصامتة اليوم هي التي خرجت تطالب بحقها. هاي المظاهرات شعبية وطنية خالصة من الشعب وإلى الشعب، الكل شارك، أخوة بعيدا عن الطائفية التي جلبها أصحاب الجناس المزدوجة. السني يركض مع أخيه الشيعي، والمسيحي والصائد والصائبي. صابي، نعم. يعني طيب، الكل أخوة، الكل يبحث عن وطن، وطنهم الذي سرق خلال 16 سنة. ماكو أمل عندهم، ماكو أي شيء. يعني الإنسان يتعب على نفسه، يتخرج ما يلقى أي عمل، اللي عمره 25 30 سنة يريد يكون حياته، ماكو أي أمل. هاي الحكومات. ولكن أستاذ سمير، يعني هذه التظاهرات الشعبية هناك من يدعي أنها ممولة من جهات ما، كيف يمول هؤلاء المتظاهرون وكيف يمولون حراكهم؟ أخي العزيز، كلكم شاهدتوا العام الماضي وصل عدد المتسلمين في محافظة البصرة أكثر من 300 ألف. خرجنا نطالب بماء للشرب، قالوا مندسين بحثية، لديهم أجندة خارجية. طبعا أي شيء يكون ضدهم ويكون ضد تواجدهم في السلطة، راح هاي الكلمات راح يستخدمونها علي. احنا كنا نتمنى من هذه الاحزاب والحكومه ترك الامور بيد الناس الجديره والقادره على فعل شيء، فنحن نملك خيرات الله بشكل لا يعد ولا يحصى، ونستطيع جعل العالم يخدمنا. اخي العزيز، نحن اهل النفط والمواني والزراعه والسياحه الدينيه والمدنيه، كل شيء فينا يدعو الى الحياه الجميله، لكن طغيانهم الاعمى طيله 16 سنه الماضيه قلب الامور على طاولتها، واصبحنا بيد جماعه السيد الفلاني والقائد الفلاني. الان وهناك ربما من سيركب هذه الموجه، هل ستسمحون لاي تيار سياسي او زعيم ان يركب هذه الموجه للمتظاهرين السلميين العفويه؟ خلاص، اعتقد المساله بانت. اي شخص او اي حزب يريد يركب الموجه راح يبين ذاك هو. يعني ما اعتقد هذه المظاهره عفويه شعبيه، ما ارادت دخول اي حزب بيها. ولكن رغم كل ذلك سيد سمير، رغم كل ذلك، كيف ترى تعامل القوات الامنيه مع المتظاهرين بالقوه الغاشمه؟ كما نشاهد في الصور اسقطت عددا من القتلى هذه القوه. طبعا القمع والتنكيل بالمتظاهرين هذا شيء تعودنا عليه. يعني احنا العام بالبصرة طينا 22 شهيد. يعني الان بغداد والمحافظات، الناصرية انطت شهداء، اليوم العمارة انطت شهداء. يعني هذا ثمن الحرية، لازم
الضريبة لازم يدفعها الشعب إذا أراد يتخلص من هذه الحكومة التي سرقت حق المواطن العراقي، حق المواطن في طيب الحياة. طيب سيد سمير، أخيرا هل ترى أن هذا الحراك الشعبي سيستمر حتى تحقيق أهدافه، أم أن الحكومة يعني يمكن أن تلتف عليه ببعض الوعود؟ أعتقد هذه الفرصة الأخيرة للشعب، ماكو بعد فرصة ثانية. إذا وقف حراكم بدون تغيير حكومة عادل عبد المهدي، المفروض حكومة عادل عبد المهدي الآن دائما يتكلم، هو يقول الاستقالة واضحها في جيبي، فليخرج الاستقالة بالتلفزيون يعلن بأنه فشل في إدارة هذه الدولة ويرجع لفرنسا، بعد ليش باقي بالعراق؟ هذه مطالبكم. طيب شكرا جزيلا لكم البصرة، الناشط السياسي سمير رحيم المالكي.